السؤال الثاني يقول: أرجو منكم تفسير قول الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. ثم عن المتردية والنطيحة: هل محرم أكل لحمها عندما تموت مباشرة بسبب ذلك، أو محرم أكلها ولو بقيت مدة طويلة ثم ذبحتها بعد ذلك؟ نعم. يقول الله سبحانه وتعالى مخاطبا عباده المؤمنين الذين ناداهم في مطلع هذه السورة العظيمة بقوله: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. يقول تعالى: حرمت عليكم الميتة، أي حرم الله سبحانه وتعالى عليكم أكل الميتة، والميتة هي التي ماتت بغير زكاة شرعية، هذه هي الميتة. وقد خص منها الدليل ميتة السمك والجراد، كما قال صلى الله عليه وسلم: حل لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد. فالسمك والجراد حل الله ميتته، وما عدا ذلك فإنه حرام. والميتة كما ذكرنا هي التي ماتت بغير زكاة شرعية. نعم. حرمت عليكم الميتة والدم. الدم هنا مطلق، ولكن قيدته الآية الثانية بالمسفوح، كما قال تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا. نعم. والمراد به قال تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا. نعم. والمراد به الذي يخرج من الذبيحة وقت ذبحها يشخب من أوداجها، أما الدم المتبقي في العروق واللحم في الذبيحة فهذا معفو عنه. نعم. لا بأس بأكله مع اللحم. واستثني من الدم الدمان اللذان مر ذكرهما في الحديث: حلت لنا ميتتان ودمان، وأما الدمان فالكبد والطحال. نعم. فالدم حرام، والمراد به الدم المسفوح، أما الدم المتبقي في العروق بعد الذبح وفي اللحم الذبيحة فهذا معفو عنه. وكذلك المستثنى في الحديث الكبد والطحال. ولحم الخنزير، الخنزير هو الحيوان المعروف بالقذارة والدناءة، وحرم الله أكله لما فيه من الأضرار البالغة وما يورثه من الأمراض الخطيرة، كما قرر ذلك أهل الطب. نعم. فإن الخنزير فيه جراثيم وأمراض خطيرة اكتشفت ولا تزال تكتشف، والله جل وعلا لا يحرم على عباده إلا ما فيه مضرة عليهم. نعم. وما أهل به لغير الله، المراد به ما ذبح. وما أهل لغير الله. وما أهل لغير الله به، المراد به ما ذبح للأصنام. نعم. ما ذبح للأصنام تقربا إلى غير الله عز وجل من الأصنام وسائر المعبودات، وكذلك ما ذبح وسمي عليه غير اسم الله عز وجل، كما ذبح للحم وذكر عليه اسم المسيح، أو ذكر عليه اسم غير اسم الله سبحانه وتعالى. فما أهل به لغير الله يشمل نوعين: يشمل ما تقرب به لغير الله ولو ذكر عليه اسم الله، ويشمل ما ذبح لغير القربة وإنما ذبح للحم لكن سمي عليه غير اسم الله سبحانه وتعالى عند الذبح. والمراد بالإهلال رفع الصوت، هذا في الأصل. نعم. والمراد به هنا ما ذكرنا. والمنخنقة قالوا إن هذا تفصيل للميتة، تفاصيل للميتة التي ذكر الله في أول الآية. المنخنقة هي التي خنق نفسها، حبس نفسها بحبل أو غيره أو بشيء ضيق حتى ماتت بسبب الخنق. والموقوذة هي التي ضربت بشيء مثقل وماتت بالضربة الموقوذة. والمتردية المنقوذة قبل أن نعم هي التي ضربت بشيء مثقل وماتت بالضربة. نعم. حتى لو خرج منها دم، ولو خرج منها دم، لأن المثقل لا يجرحها وإنما يقتلها بثقله. نعم. ويرضها تموت بسبب الثقل، فهذه الموقوذة. نعم. والمتردية هي الساقطة من شيء مرتفع، إذا سقطت من شيء مرتفع كالسطح أو الجبل أو الجدار أو في حفرة أو في بئر وماتت بسبب السقطة، هذه متردية. والنطيحة هي التي تناطحت مع أخرى كتناطح الغنم بعضها مع بعض والبقر بعضها مع بعض، فإذا ماتت بسبب المناطحة هذه هي النطيحة، هذه ميتة لا تؤكل. نعم. وما أكل السبع، السبع هو الذي يفرس بنابه من الذئاب والأسود وغيرها من السباع المفترسة التي تفرس بأنيابها أو بمخالبها. نعم. سبع الطير أو سبع الحيوان، ما يفرس بنابه أو بمخلبه، فإذا أصاب الحيوان ومات بسبب إصابته فإنه يكون ميتة لا يؤكل. إلا ما ذكيتم،
هذا استثناء مما سبق، أي إلا ما أدركتموه حيا من هذه الأشياء المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، إذا أدركتموه بعد إصابته بشيء من هذه الأمور وفيه حياة مستقرة وذكيتموه فإنه حلال، لأنه توفرت فيه شروط الإباحة وهي الذكاة الشرعية. أما ما أدركتموه وقد مات بسبب الإصابة، أو أدركتموه حيا في الرمق الأخير حياته غير مستقرة حياة المذبوح، فهذا أيضا لا يحل. وقال بعض أهل العلم إن ما أدرك وفيه حياة أدنى حياة وذكي فإنه يحل، ولكن الجمهور على أن ما كانت حياته غير مستقرة كحركة المذبوح فهذا لا يحل بتذكيته، لأنه في حكم الميت. وما ذبح على النصب، المراد بالنصب الأحجار التي كان أهل الجاهلية يعظمونها ويلطخونها بدم الذبائح تعظيما لها وتقربا إليها، وقيل إنهم يذبحون الذبيحة على نفس الحجارة تعظيما لها، هذه ذبائح شركية ذبحت تعظيما لهذه النصب فهي مما لا يحل أكله، وهذا بيان لما كان يفعل في الجاهلية. هذا معنى هذه الآية. وأما بقية السؤال ما أدرك من المنخنقة والموقوذة والمتردية فقد أجبنا عنه أنه إذا أدركها وفيها حياة مستقرة وذكاها حلت، وإن أدركها وهي ميتة أو في الرمق الأخير الذي هو كحركة المذبوح فهذا محل خلاف بين أهل العلم، الجمهور على أنه لا يحل. إذن فالمدرك بعد إصابته له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يدرك وهو ميت، هذا حرام بالإجماع. الحالة الثانية أن يدرك وفيه حياة مستقرة فهذا حلال بالإجماع إذا ذكاه. الحالة الثالثة إذا أدركه وفيه حياة غير مستقرة، حياة على سبيل الزوال كحركة المذبوح، هذا محل الخلاف. جزاكم الله خيرا.